دينا اخبار من عند منتخب مصر، وهنروح الاول فيما يخص منتخب مصر. معانا تصريحات من الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره بالنادي الزمالك، اللي قال ان مصطفى شلبي لاعب فريق نادي الزمالك انضم لمعسكر المنتخب وهو بيعاني من حاله اجهاد بعد ما تم استدعاء اللاعب من الجهاز الفني للمنتخب. تم اختار الجهاز الفني للمنتخب ان مصطفى شلبي بيعاني من اجهاد ومحتاج لراحه، ده امر مهم جدا، راجل محتاج لراحه يومين ثلاثه. وده اللي حصل ما بين مدير الكوره كابتن عبد الواحد السيد او الجهازين الفنيين، جهاز الفني لنادي الزمالك وجهاز الفني للمنتخب. واكد كابتن عبد الواحد السيد ان العلاقه ما بين نادي الزمالك وجميع المنتخبات بمختلف الفئات ما ينفعش ولا يمكن ان نادي الزمالك يتاخر او ياخر اي لاعب عن تلبيه نداء الوطن في المنتخب، سواء منتخب مصر الاول او المنتخب الاولمبي او كافه المنتخبات. ده كان امر مهم جدا في بدايه اخبار المنتخب. وهنروح بقى للمؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن وقبل البطوله الوديه، بطوله كاس العاصمه الاداريه، الراجل قال في تصريحاته، قال ان انا صممت على لعب كاس العاصمه عشان اسباب كتير. البطوله كانت هتقام في الامارات زي ما كلنا عارفين، وطبعا اعتذر الجانب الاماراتي عن تنظيم هذه البطوله، والدوله المصريه كانت جاهزه جدا ان هي تستقبل بطوله مهمه زي دي، وبند مهم جدا وجديد في الفيفا بشان اقامه مثل هذه البطولات الودية، ان هي بتجمع فرق من اكتر من قارة وقارات مختلفة يتجمعوا في تجمع دولي، بيعملوا بطولة صغيرة او مصغرة ولكن بتدرج في الاجندة الدولية، ويمكن الفيفا اعلنت عن ده. راجل قال انا مهم عندي قوي ان يحصل انسجام ما بين افراد المنتخب، ده شيء هو بيشتغل عليه بشكل كبير، بيحاول ينقل افكاره للاعبين. برضو كابتن حسام حسن طبعا واحد من الاساطير في تاريخ مصر، واحد من الفراوده اللي مش هيتكرروا يعني، وهو عايز يطبق ده مع اللاعبين، عايز يخلي خبراته او ينقلها للاعبي منتخب مصر. بنشوفه حتى في اللقطات من تدريبات منتخب مصر انه بيشترك معاهم، هو كابتن حسام حسن بيشتغل او بيعمل ده بشكل كويس جدا. قال كمان النتائج مهمه بالنسبه لي خاصة من الناحية المعنوية عشان يحقق أقصى استفادة معنوية، عشان اللعيبة تحس إن هي شغالة بشكل جيد، الجمهور يحس إن في تحسن في أداء المنتخب. وقال كمان منتخب نيوزيلندا، منتخب نيوزيلندا ده المنافس اللي لعبه منتخب مصر، منتخب مميز جدا وعنده العديد من اللعيبة المحترفة في أوروبا وبيشتغلوا على الكرات الثابتة بشكل كويس، ومستواهم أفضل بكتير من فترات فاتت، وأفضل كمان من منتخبات كتير في القارة الإفريقية. لما اتكلم بقى عن بعض اللاعبين، اتكلم عن أحمد نبيل كوكا، وقال اللاعب كان بيعاني من كدمة في الظهر، والجهاز الطبي أكد إن هي إصابة مش مقلقة، والراجل ممكن يستمر بشكل طبيعي مع المنتخب. قال كمان حسين الشحات شعر بتقلص في العضلات، وبعد خضوعه للأشعة صممت على إراحته حرصا مني على مشواره مع المنتخب. وفي شأن مصطفى شلبي اللي أكدنا لكم من شوية، إنه قال إن الراجل جه وهو مرهق شوية، والجهاز الطبي قال إن هو لازم يرتاح في يوم أو اتنين، ولكن الجهاز الطبي هيتعامل مع ده، هيتعامل إن هو اللي يبقى هو تحت عينيه قصة ان هو يفوق من الارهاق اللي عنده ده، يتعافى تماما منه وهيشارك مع المنتخب. لما اتسأل عن احمد فتوح، سأل عن احمد فتوح، قال ان احمد فتوح مستواه يعني ساعات بيبقى جيد وساعات بيبقى بعيد عن مستواه، فهو في الحسبان وهيبقى محل انظار الجهاز الفني في الفترات اللي جايه، ولاعيب مهم ولكن هو في الفتره دي مستواه متذبذب.
ولما اتسأل في الاخر عن الانتقادات اللي بتوجه ليه، قال انا بحب الانتقادات الفنية، ده امر مهم جدا، ولكن انا ضد هدم استقرار المنتخب او هدم استقرار الفني، الاستقرار الفني لمنتخب مصر. دي كانت اخر التصريحات اللي قالها كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي النهارده ما قبل مواجهة نيوزيلندا في البطولة الودية، بطولة كأس العاصمة الإدارية.